أهلا بكم. يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورا كبيرا في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية ودعم جهود البحث والتطوير وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيات المساعدة، ويجرى حاليا إنشاء المرحلة الثانية لمدينة المعرفة والتي ستوفر فرصا للشركات العالمية للتواجد بها. في السياق، بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جرانجا تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، داعيا الشركات الأمريكية للاستثمار في إقامة مراكز لها بمصر لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات خاصة في التخصصات التكنولوجيات عالية القيمة. من جانبها، أشادت السفيرة الأمريكية بالجهود المبذولة والتطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، مؤكدة على اهتمامها بتعزيز التعاون مع مصر في المجالات ذات الصلة. حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عائدا بنسبة EGX 30 حقق عائدا بنسبة 70.53% بنهاية عام 2023، وهو الأعلى منذ عدة سنوات، مع ارتفاع عدد العملاء بأكثر من 30 ألف عميل خلال العام. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي لحصاد البورصة المصرية خلال عام 2023. وخلال العام ذاته كانت مؤشرات البورصة المصرية في الصدارة مقارنة بالعديد من المؤشرات العالمية والإقليمية، وسجل العائد التراكمي على مؤشر السوق الرئيسي خلال الخمس سنوات الماضية 91%. على جميع مقاييس حجم التعامل وقيمة التعامل وعدد العملاء وعدد العمليات، كلها حققت أرقام تاريخية وقيمة تاريخية لم تحدث من قبل، وده بيؤكد على الثقة الكبيرة لجموع المواطنين في البورصة المصرية كأداة للاستثمار والادخار، خاصة فئة الشباب اللي بدأوا يتواجدوا في البورصة المصرية بصورة أفضل بكتير من السنوات السابقة. تحقيق قمم تاريخية بيعكس ثقة المواطن في برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تقوم به الحكومة من تطوير وخطط تستهدف النمو الاقتصادي بطريقة أفضل. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط. هذا وارتفعت العقود الأجلة لمزيج برنت بحوالي 1.33% لتبلغ 77 دولارا و22 سنتا للبرميل. كذلك قفزت العقود الأجلة الخام الأمريكي بنحو 1.27% لتبلغ 71 دولارا و65 سنتا للبرميل. وصعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.49% لتبلغ دولارين و57 سنتا للتر. في المقابل، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.83% لتبلغ دولارين و69 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة شركة ألاروسيا الروسية أكبر منتج للماس في العالم ورئيسها التنفيذي إلى قائمة العقوبات. وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن القرار جاء في إطار حظر الماس الذي فرضه الاتحاد بالتنسيق مع مجموعة الدول السبع الكبرى التي أعلنت حظرا مماثلا في ديسمبر الماضي، ولم ترد الشركة الروسية على الطلب التعليق. يواصل الأطباء في مستشفيات بريطانيا أطول إضراب متواصل لهم منذ 7 عقود من تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية. بدأ الأطباء المبتدئون الأقل من المستوى الاستشاري إضراباً مدته 6 أيام في تصعيد كبير لخلافهم القائم منذ مدة طويلة مع الحكومة البريطانية في شأن الأجور. ويأتي التحرك في فترة تعد من فترات العام الأكثر انشغالاً بالنسبة للهيئة الممولة من الدولة، حيث تواجه ضغطا متزايدا جراء انتشار الأمراض التنفسية في الشتاء. كما يأتي مباشرة بعد إضراب للأطباء استمر 3 أيام قبل عيد الميلاد. نهاية أخبار الاقتصاد. من جديد أعود إلى إلهام وريهام. شكرا محمد.